السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والأمل والتفاؤل على كل مشاهدينا. يتجدد لقاؤنا مع صباح يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم احنا معاك. ودايما هدفنا الأساسي اللي بنسعى للوصول إليه إننا نعبر على كل ما يدور داخل كل شخص واكتشاف وتشجيع المواهب وإعطائهم فرصة في كل المجالات المختلفة. حلقتنا النهاردة مميزة جدا ومختلفة، هيكون في ضيافتنا ساعة كاملة صاحب الصوت الرائع المتميز اللي بيدخل قلب من يستمع إليه من شدة موهبته، هو الفنان الصاعد الموهوب كريم إبراهيم الملقب بتامر. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كريم، طبعا أنا سمعت تلقيبك بتامر، كلمنا كده عن نفسك وبدأت إزاي وإمتى؟ والله هو الموضوع معايا من زمان قوي، يعني من وانا في اولى اعدادي كده. يمكن كنت بحب اغني كتير جدا وانا صغير، من اولى اعدادي، وكنت احب اقعد اغني وانا في الفصل كتير قوي. الموضوع معايا من زمان، يعني مش من قريب ولا حاجة يعني، بس هو نصيب بقى لسه مجايش. يعني كانت بدايتك من امتى؟ ابتديت ازاي يعني؟ ما انا بدأت، بصي هقول لك، بدأت من وانا صغير، من وانا في اولى اعدادي بدأت ان انا اغني. يعني لما وانت كنت لسه في المدرسة؟ في اعدادي، لما جيت بقى تمام. دخلت ثانوي، ابتديت بقى ان انا اتعرف اكتر وسط زمايلي والمدرسين والكلام ده، بدأت ان انا اغني. كان رد فعل مدرسينك واصحابك ايه وانت قاعد بتغني كده في وسطهم؟ كان كان رد فعل ايجابي ولا سلبي ولا بيشجعوا وبيحبطوا؟ بصي كان ايه رد فعل خليني بالظبط؟ اقولك بصراحة، وانا اتفضل. بصي كانت في ناس بتحبطني، وده طبعا ده العادي، يعني ده العادي بتاعنا احنا، تمام. في حد بيحبك وحد بيكرهك، حد بيشجعك وحد ما بيشجعكيش. كان في طبعا معظم صحابي كانوا يشجعوني طبعا، يعني مؤمنين جدا بصوتي وموهبتي، والمدرسين برضو، يعني من اغلب المدرسين برضو كانوا بصراحة كانوا بيشجعوني كتير جدا، وكانوا بيحبوا يسمعوا صوتي واحساسي، ولان انا كنت بتأثر جدا. فهو ده موضوع تامر، ان انا اولا ما بحبش حد يشبهني بحد، بس انا يعني تامر حسني، انا بس هم مشبهينك بحد كويس جدا، يعني تامر انا بصي بحبه في المستوى الشخصي يعني. هو تامر حسني طبعا فنان كبير وقيمة كبيرة جدا، انا بحبه جدا، لان هو الشخصية دي فعلا بحس ان هو قريب مني جدا جدا. بيقولوا، يعني انا مش عايز اتكلم عن نفسي، ان انا شبهه وان انا قريب من احساسه والكلام ده، عشان كده انا بحب تامر حسني بصراحة. بس مش عايز اتحط في حتة ان انا بقلد حد والكلام ده، دي انا عايز ابعد عنها تماما. يعني انا والله فعلا ما بقلدوش، كان دايما لما كنت بقعد الم صحابي حواليا واقعد اغني في المدرسه ومش عارف ايه، كان دايما شايفيني تامر حسني، حتى دايما يا تامر، ما كانش حد يعرف ان انا اسمي كريم اصلا. بس وكان عندنا حفلتين، احتفال بيوم اليتيم العالمي تقريبا في دريم بارك هنا في اكتوبر، وفي الهرم. انت ما سمعنا حاجة كده وخلي الجمهور يحكم عليك ويشوف رأيهم ايه اي حاجة يعني. اللي انت طب ما جاهز فيش بيه مايك؟ وسمعه لنا. طيب ممكن تغني حاجة قبل ما يجيبوا لنا مايك؟ تمام، يعني بس اي حاجة جديدة بقى. تمام، اغني حاجة جديدة مش قديمة يعني. تمام، ممكن اغنيكم سمعنا حاجة كده. غنوة العام. تمام. لسه انت كنت في بالي حالا، من ما فيش من بعد عايش ولا مش عارف تعيش، ده انا من كتير سبتك وحاسس انك انت ما سبتنيش. ما يهمنيش مين اللي سايب فينا مين، واحدة النتيجة انا وانت طالعين خسرانين، وانا مش بخير زيك وبعدك، كان هيجي الخير منين؟ فكرة انك رحت مني مش قابلها، شوف نهاية انا وانت غير دي نستاهلها. ده انت لو هتقول نسيت واسمعها منك، برضو هعتبرك كأنك مش قايلها. دي حاجة كده لعمرو، صغيرة كده انا طبعا بس حاجة بسيطة يعني، بس هسيب الجمهور اللي هيحكم عليك ويشوف رأيهم ايه فيك، مش انا اللي هحكم طبعا. صوتي تعبان على فكرة.
لا هما وما نمتش هيحكموا برضو، كويس، ما ما نمتش تحاولش، كويس. هما اللي هيحكموا. طبعا انا كنت عايزه احب بس اقدم تهنئه صغيره كده، تهنئه صغيره لاعز اشخاص على قلبي، بعد بابا وماما طبعا، اخويا حبيبي المهندس باسم سيد، بمناسبه عيد ميلاده النهارده احب اقول له كل سنه وانت طيب، يوم ميلادك يوم جميل لا ينسى، يوم ميلادك يوم البهجه، يوم السعاده، يوم الفرحه، يوم الشفافيه، يوم الاشراك، يوم التفاؤل، دمت لي اخ وسند وظهر، كل سنه وانت طيب وبخير وسعاده، كل سنه وانت معايا، والسنه الجايه تكون فرحان بخطيبتك او مراتك ان شاء الله، شريكه حياتك بمعنى اصح، وان شاء الله نفرح بيها وتكون عند حسن ظنك وتكون كويسه معانا واحنا كويسين معاها، وان شاء الله اختي قبل اي حاجه. حبيت اقول له كل سنه وانت طيب، وطبعا هو ما يعرفش ده، او هو لسه مش هيتفرج على الحلقه دلوقتي ودي حاجه مضايقاني، بس اكيد هيتفرج على الحلقه وهيشوفها وهتعجبه، وحبيت اعمل له مفاجاه صغيره كده. وطبعا كريم كمان لما عرف قال لي لازم اقدم له حاجه، إن شاء الله وهيسمعنا صوته في اغنيه الباسم. إن شاء الله تمام. سمعنا اغنيه الباسم. تمام. كل سنة وانت طيب ومن قلبي قريب، والسنة دي معايا واللي جاي ويايا، يا أغلى الحبايب يا سكر ودايب، يا كل الحبايب حبايب كلك خير وطيب، وعمر اللي جاي هشيلك بين عيوني شيل، ولو هقدر يا روحي أجيب لك نجوم الليل، حبيبي معاك ده الحب طعمه جميل، وكل سنة وانت طيب. طبعا انا بشكرك بنيابة ربنا عن يخليك، باسم، وهو طبعا لما يتفرج على الحلقة كده اشكرك، ربنا يخليك يا رب، وهيعجبه صوتك طبعا. ربنا يخليك يا رب. قولي بقى، نرجع لكلامنا تاني، كان مين اكتر حد بيدعمك ويشجعك على تنمية موهبتك لحد ما وصلت معانا هنا النهاردة؟ كان اكتر حد، انا مش عارف ابتدي معاك ازاي بصراحه يعني، بس انا خليني من اتكلم البداية معاك خالص احنا بصراحه معاك. يعني. بص هقول لك، هو انا بدايت خالص في الغنى عامه كنت وانا صغير، كانت امي بتحب تقعد قدام التلفزيون، بتولع التلفزيون يعني، وكانت هي كانت بتعشق عبد الحليم حافظ قوي، لان انا ما كنتش عارف يعني ايه عبد الحليم حافظ بصراحه. فانا لما قعدت مع امي جابت، كانت بتحب تجيب دايما اغاني عبد الحليم ومش عارف ايه، ففي في مره وهي بتغير كده كانت جنازه عبد الحليم، فانا بقول لها ايه ده، انا مين ده وايه الناس دي كلها، تقول لي ده عبد الحليم، بقول لها مين عبد الحليم ده، تقول لي ده مطرب كان مشهور قوي وتوفى ومش عارف ايه، قلت لها كل الناس دي بتحبه، معقوله كل الناس دي بتحبه، انا استغربت قوي عبد الحليم يعني ايه ده، انا مش مصدق يعني في ناس بتحب حد كده، فبتقول لي ده في ناس بقت ترمي نفسها من فوق والكلام ده، انا ما كنتش مصدق بصراحه يعني ان في حد بيحب حد كده. فهي دي بقى البدايه بقى، امي كانت دايما تقعدني بقى اسمع عبد الحليم واتفرج على عبد الحليم، لدرجه ان انا بقى حبيت الغنى بسبب عبد الحليم حافظ بصراحه يعني، هو صراحه يعني هو مثل الاعلى يعني، هو بعيدا عن اي حاجه يعني عبد الحليم بصراحه استاذنا كلنا مش أكيد انا طبعا، بس يعني. هو عبد الحليم طبعا حاجة فظيعة يعني، حاجة فوق الوصف، عايز كمان اندماج في الأغاني، لا بجد كلماته يعني رهيبة بصراحة. احساس، احساس ما وصفش فعلا، انت مش مجهز لنا لان حاجة؟ ان شاء الله مجهز هو لنا ايه؟ اثر علينا، اثر علينا كلنا، ممكن نقول انا لك على طول مثلا كده حته. يلا سمعنا. انا لك على طول خليك ليا، خد عين مني وطل عليا، وخد الاتنين واسأل فيا، من أول يوم راح مني النوم، ابعت لي سلام قول أي كلام، من قلبك أو من ورا قلبك،
مش يبقى حرام أسهر وتنام وتسيبني أقاسي نار حبك، أقاسي نار حبك. أنا لك على طول خليك ليا، خد عين مني وطل عليا، وخد الاتنين واسأل فيا. من أول يوم راح مني النوم. شكرا، جميل ربنا بصراحة. أنا يخليك يا رب، بعز الحاجات ربنا اللي هي يخليك. القديمة دي، طبعا وكان عبد نفسي الحليم، تبقى الحلقة كلها عن أغاني قديمة بس. عبد الحليم يعني ما انت عارفه يعني ما فيش حد ما بيحبوش بصراحه. أكيد طبعا، يعني هو عبد الحليم ده كلماته رائعة. مدرسه بصراحه. يعني عايز اقول لك البني ادم ده كان كل حاجه كان بيطلعها فعلا كانت من قلبه، لدرجه ان انا لما اتعلمت ازاي اغني وان انا اطلع احساس ازاي اللي جوه، كل حاجه بتطلع من جوايا من قلبي. اتعلمت ده كله، يعني اتعلمت ده كله من عبد الحليم حافظ، لان هو فعلا مدرسه بجد. واللي ما يسمعش عبد الحليم يبقى ما يسمعش اغاني اصلا. طب حلو، حط انت قلت كلمة او نقطة عايزة اقف عندها شوية. انت اتفضل. قلت ان انت بتتعلم من عبد الحليم صح؟ تمام. طب احنا عايزين بقى نعرف انت بتنمي موهبتك ازاي، او ان انت بتعرف ان انت توصل لاعلى واعلى ازاي. يعني اكيد مش دلوقتي، مش زي ما بدأت وانت صغير، فانا بنمي الموهبة دي ازاي؟ خليها كده زي نصيحة للشباب اللي لسه مبتدئين او عندهم موهبة وعايزين ينموها، يعملوا ايه؟ والله بصي اقول لك، انا كنت بشتغل على نفسي كتير قوي، ولما حبيت الغنى والكلام ده نزلت وقتها اشتريت جيتار. طبعا اختي الكبيره هي اللي وقفت جنبي في الموضوع ده، ان انا وقتها بصراحه ما كانش معايا تمام يعني، فاستلفت فلوس عشان خاطر اجيب الجيتار بتاعي ده. دي البدايه خالص ان انا جبت الجيتار وحبيت المزيكا، وبدات ان انا اسمع مزيكا كتير قوي واغاني ومش عارف ايه، بدات تشجعني وبدات ان انا اشتغل على نفسي جدا. بسمع كتير، اهم حاجه للمطرب ان هو يسمع كتير، سواء ملحن او مغني لازم يسمع كتير، لازم يسمع مزيكا كتير، لازم اسمع اغاني كتير جدا، هو قديم وجديد، فاهمه؟ واكون عارف انا بعمل ايه كويس. طبعا اختي الفضل طبعا بعد ربنا، اختي الكبيره وامي وخطيبتي طبعا. اكيد مامتك اول حد طبعا، وخطيبتي بصراحه، خطيبتي لان دي هي برضو اللي نمت فيك الموهبة دي من يعني، الاول. خطيبتي كانت من اكتر حد يعني كنت بحب اقعد اغني لها كتير جدا، ووقفت جنبي كتير جدا فكانت بتشجعني كتير. واختي الكبيره يعني دي اكتر حد في اخواتي كانت مهتمية جدا بالموضوع وواقفة جنبي بصراحة. بعيدا عن اخواتي التانيين طبعا بيحبوني كل حاجة، بس اللي هم ما كانوش مهتمين بالموضوع ده، ما عندهمش النقطة دي اصلا، فاهمة؟ لكن اختي الكبيرة هي اللي وقفت جنبي برضو، وامي طبعا انا بشكرها كتير جدا، وخطيبتي كانت دول خطيبتي لازم دايما كانت تدي لهم اهداء في اخر الحلقة، بتقعد لازم. تشجعني بصراحة، بتقعد تشجعني كتير جدا وشجعوني كتير جدا، وقفوا جنبي حتى وانا جاي الحلقة برضو النهاردة. يعني ربنا يعلم، يعني امي شويه وخطيبتي واختي. انت عارفه بقى التعليمات اللي هي بتاعت الام بقى دي قبل ما تنزل، مش عارف تعمل ايه وكده، وما تخافش وما تقلقش عشان اطلع في البرنامج والكلام ده. واختي نفس الكلام، وخطيبتي برضو. المهم قولي، هما بيتفرجوا علينا النهارده ولا سابوك كده ده وخلاص؟ اكيد بيتفرجوا دلوقتي. هسأل بعد الحلقه واشوف. اكيد بيتفرجوا دلوقتي يعني يعني. انت سايبها كده زي نصيحه لاي شاب عنده موهبه وبينميها، ان هو يسمع كتير. بنصح اي شاب بيحب الغنى او بيحب الفن او لسه بيبتدي فعلا زي ان هو ما يخافش، ما فيش اي حد يحبطه، ما فيش حاجه اسمها مستحيل فعلا، يعني دي ما تنفعش، كلمه مستحيله دي ما تنفعش ابدا، ما فيش حاجه اسمها مستحيل. في حاجه اسمها ان الواحد لما بيتعب بيلاقي، في حاجه اسمها ان الواحد لو حط حاجه في دماغه هيعملها لو الدنيا دي كلها وقفت قدامه. لازم الواحد يكون عنده اصرار على النجاح، وان هو يفضل مكمل ما يخافش، لان الفن ده شيء عظيم جدا جدا بجد بجد. مش كلام على فكره، انا ربنا يعلم كل كلمه بقولها دلوقتي بقولها من قلبي فعلا، يعني مش بقول كلام وخلاص، فعلا ده كلام من قلبي فعلا. ان اي شاب عنده موهبه وشايف ان هو فعلا موهوب، صوته كويس، بيقول شعر كويس، بيلحن، بيسمع مزيكا، عنده اي موهبه من الحاجات دي كلها، ما يقفش، ما يستناش، يعني الى الامام يتقدم ويستعين بالله سبحانه وتعالى، وربنا يكرمه اكيد. يعني ده اللي انا اقدر اقوله يعني، بس مفيش حاجه اسمها مستحيله بصراحه.
طيب انت قلت لي خطيبتك، يعني انت خاطب صح كده؟ أكيد طبعا. ايه، هل موهبتك الغنائية أثرت عليك عاطفيا، خاصة انك بتغني اكتر عاطفي؟ بصي، السبب ان انا بغني ده خلاني ان انا احب ان انا دخلت كذا علاقة وكده، بس انا بصراحة يعني ايه ده، ثواني، يعني الغنى هو سبب ان انت تخطبها ولا ايه؟ ايوه بص اقول لك، هو طب هي تقريبا بعد اللي هي سمعته ده انت هتفركش. عارفة، لا لا، الغنى احساس، دايما الغنى دايما بطلع الاحساس اللي جوايا، فطبيعي دايما اي واحد مغني وبيغني بيغني رومانسي وبيبقى كده وعاطفي شوية بيبقى لازم يحب. يعني انا واحد من الناس ما اعرفش اعيش سنجل بصراحه، انا ما اقدرش ما اعرفش اعيش سنجل ابدا، يعني انا لازم احب ارتبط، بس اهم علاقه في حياتي دلوقتي، اهم علاقه فعلا. صورتك اهي ساعة ما دي تقريبا يوم خطوبتك صح كده؟ ايوه طب ما تقول لنا كده بقى الأغنية اللي كنت بتغنيها. حاضر هقولك. طب كمل الكلام الأول، كان نغني الأغنية. بس ف اهم علاقه في حياتي فعلا بجد، ودي مش كلام والله، فعلا هي العلاقة اللي أنا فيها دلوقتي مع خطيبتي، لأنها فعلا بني آدمة يعني أعز وأرق إنسان على قلبي فعلا، غير كل اللي أنا قابلتهم قبل كده وغير أي علاقة، لأن أي علاقة في حياتي لا تذكر، لكن العلاقة دي بالذات انا جاي هدي دي النفوس بقى وهقول لها ان لا انت دي كنت تعرف دي بنات قبلها اهو. مش أنت اول عايز تكذب واحده عليا ولا إيه؟ اهو، شكلك هتفركش. لا يعني دي بجد بجد أهم علاقة في حياتي جدا، علاقة أنا بجد بحترمها جدا وبحبها جدا وبحمد ربنا على انا في بجد بجد، يعني انا ما دخلتش في حياتي علاقه زي دي ابدا، يعني دي تعتبر اول خطوبه ليا رسميا، يعني لان انا كنت خاطب قبل كده مره قبل الجيش، وما كان تقضيت واجب زي ما بيقول، يعني ما حطيتش في دماغي، فاهمه؟ انما دي فعلا دي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، يعني فرح وناس وبعدين خدي بالك، عايز اقول لك على حاجه كمان، انت في الافراح وفي المناسبات اللي زي كده لما بتيجي بتعزمي حد او بتدي حد بيبين لك مين اللي بيحبك ومين اللي ما بيحبكيش، اي حد بيجي فرحك او بيجي مكان انت عازماه فيه حتى لو من اخر الدنيا بيحبك. يعني انا اصلا انا من القاهره هنا من الجيزه، لا عندي تعديل في كلامك، تمام؟ مش معنى ان هو ما يجيش الفرح يبقى ان هو بيحبكش، بصي ممكن يكون حصل له ظرف. انا بلتمس العذر جدا، يعني اكيد انا اولا انا مش من الناس اللي هي ممكن تروح اعاتب حد، انت ما جيتش انت ما عملتش، دي ما بتفرقش معايا والله، انا لا انا براعي الظروف جدا على فكره، بس انا بتكلم ان الفرح كان في اسكندريه، يعني في مكان بعيد، يعني كل اللي كان بيجي من القاهره، والحمد لله يعني ما شاء الله، يعني اهل كتير جدا يعني كانوا مالين ربنا القاعه يعني. يزكو. طبعا انا اقول لخطيبتك عشان ما هديش النفوس بس وتفركشه، هو لو مش بيحبك مش هيخطبك على فكرة، عمال يشكر فيكي جامد يعني. ربنا يخليك يا رب. طب سمعنا حاجة بقى من اللي كنت بتغنيها في الفرح. ممكن كانت غنوة تتعلموا اللي هي بتاعت عمرو. دي اللي انت اتفقنا ان هي هتبقى هداية، بس مش اهدها لها دلوقتي. مفيش مشكلة اللي انت عايزها. ماشي مفيش مشكلة. يتعلموا يتعلموا من رقادي يتعلموا، شوف هما فين وحبيبي فين، ما شافوش كده ولا يحلموا، يتعلموا من رقادي يتعلموا، شوف هما فين وحبيبي فين، ما شافوش كده ولا يحلموا، واللي عنده ضحكة زي دي واللي لون عيونه مش عادية، يجي هنا جنبي يجي ليا، احكي للي شفت انا بعنيا، اموت في الضحكة دي، اموت في النظرة دي، الله 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 عيني عليه، اموت في الضحكة دي، اموت في النظرة دي، الله 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 عيني عليه. حلو كده، ده حاجة كده صغيرة على فكرة، طبعا انا ما هي نمتش امبارح وصوتي تعبان جدا، فيعني بس يلا مش مشكلة طبعا بقى. الأغنية دي كانت إهداء لخطيبته، واحنا طبعا متفقين ان احنا هنهدها لها في الآخر، بس هو سبق مفيش مشكلة، انا انا كنت بقولك ان بغنيها دي احسن كانت من كده إهداء. والله، يعني انا غنيت احسن من كده بفرح، كنت وقتها فرحان طبعا جدا ومبسوط قوي، بس معلش بقى. هي يلا هتقول لها معلش مش انا.
طيب كلمنا كده عن تركيبك بتامر، غنينا حاجة لتامر، أغني لك حاجة لتامر. تامر سمعنا حاجة لتامر كده. في أغنية حزينة كده ممكن أقولها ولا أنت رأيك؟ اسمها جوا إحساس، هو حزين على الصبح، ماشي بس يلا ولا مش نشوف حاجة تاني؟ مشكلة. أنت رأيك؟ خلاص ولا مفيش لا مشكلة. اللي أنت عايزاه لا يعني. لا قول. قول. ممكن مثلا تمسك الجيتار مثلا، باين؟ الجيتار أصلا أنا مش محضر. مش لازم تشتغل عليه يعني، هو تمام. تمام. مثلا الأغنية التانية جوايا إحساس، تمام. كم واحد فينا عايش مع حد ما كانش بيتمنى، واللي بيتمنى عايش مع غيره وغيره ما كانش بيتمنى. كم واحد فينا عايش مع حد ما كانش بيتمنى، واللي بيتمنى عايش مع غيره وغيره ما كانش بيتمنى، واضطر يقبل حضن ما كانش في يوم ليه ولا على هواه. جوايا إحساس بيموتني ومشاعري أعمل إيه فيها، إحساس بيخنق وأعمل إيه، دي حاجة ما أقدرش أتكلم فيها. جوايا إحساس بيموتني ومشاعري أعمل إيه فيها، إحساس بيخنق وأعمل إيه، دي حاجة ما أقدرش أتكلم فيها، خصوصا بعد ما بقى بينا حاجات لازم نكمل ونعيش ليها. حلو جدا، بس ليه غنيت حزين كده مع يعني انك في يعني علاقة عاطفية وخطوبة وحاجات كده؟ انا عادي، يعني لا ليه حزين؟ بحب الجو ده شويه، يعني اللي هو ببقى انا دايما ببقى بهتم جدا بالاغاني اللي بيبقى فيها تأثير جدا على الناس. طب ما تدينا حاجة كده، اهداء لمامتك. ايه ده لمامتي؟ هي انت عملت اهداء لخطيبتك بقى، لازم نرضي ست الحبايب. انت بتحرجيني يعني؟ حاضر، معاك، بشوف لك حاجة كده تكون احنا عايزين ننوع في الحلقة كلها، ايه؟ عايزين ننوع في طول الحلقة كده، أغاني من كل حاجة. من كل حاجة؟ اه متأكدة؟ اه شكلك بتعزيني قوي. جدا. بحبك يا أمي، حنانك في دمي ونورك في قلبي وليك فيا كل شيء، أعيش لك سنيني وأشيلك في عيني، رضاك عليا وحده نور لي الطريق، انا بحمد ربنا اداني ام حنينه، جوا حب وطيبه ما تتنسيش يا امي، اطلبي عشتي لعمرك تتعبي، وحبي جنب حبك ما يساويش. حلو جدا. طبعا انا ربنا يخليك يا رب. من البرنامج هنا احنا بنهدي الاغنيه دي لمامتك ولمامتي ولكل ام مصريه ربنا وغير يخليك مصريه ربنا طبعا. يخليك رب. على فكره والله صوتي تعبان وما نمتش كويس، كان يعني بجد يعني مش عارف، انا مش ما هسامح تحاولش نفسي على تدور على فكره، حجه، برضو الجمهور لا اللي مش هيحكم. سامح نفسي على فكره، عندي احسن من كده بكتير، حاسس ان انا قله التون برضو بتاثر، خد بالك. اكيد. شايف شكلي عامل ازاي؟ نتكلم بقى في موضوعنا ونشوف مجهز لنا ايه تاني النهارده. ما يجيب لك ايه تاني النهارده؟
في برضو حاجة لتامر حلوة، قول اللي هي ايه. في نسيم الايه، ماشي معاك. الأغنية دي كانت يعني أول ما غنيتها غنيتها لخطيبتي بصراحة. برضو هي أولا طبعا شكر واحترامي للأستاذ تامر حسني، دي بس الأغنية الفكرة اللي كلها جرت رجليها صح؟ هي الفكرة كلها، هي الغنوة حزينة هي حلوة جدا، بس الفكرة إن أنا كنت حابب الغنوة دي فغنيتها لها. هي أول ما سمعتها سمعتها مني أنا، ما كنتش عارف إن تامر بيغنيها يعني. فبعد كده سمعتها من تامر، قالت الله تامر بيغنيها، قلت لها أيوة مش بتاعتي أصلا، قالت لا أنا بحسبها بتاعتك أنت ومش عارف إيه. كانت مصدقة إن أنا يعني إن أنا اللي مألفها والكلام ده يعني، لكن هي أصلا مش بتاعتي يعني. طب ما تغنيها لنا كده. تمام. انا ما اقدرش ابعد ثانية، انا بعدك ماليش في الدنيا، يا اول حب عاش قلبي معاك، الايام بقت مش هي، يا ريت ترجع وحشت عينيا، حياتي ببعدك انت مش حياة، ناسيني ليه بتتعب قلبي وياك، ده ما يهونش ابدا عليا انساك، تعالى لومني ريح قلبي وارتاح، تعالى ياللي نفسي في حضنك ارتاح، ناسيني ليه بتتعب قلبي وياك، ده ما يهونش ابدا عليا انساك، تعالى لومني ريح قلبي وارتاح، تعالى ياللي نفسي في حضنك ارتاح، انا ما اقدرش اعيش مستني، ده مش بايدي غصب عني، وحشني حبيبي قول انا هعمل ايه، ما شفتش حاجه من اللي حصل لي، وبسمع ناس كتير بتقول لي زمان انسك وعاش تفتكروا ليه، ناسيني ليه بتتعب قلبي وياك، ده ما يهونش ابدا عليا انساك، تعالى لومني ريح قلبي وارتاح، تعالى ياللي نفسي في حضنك ارتاح. طبعا في الكنترول بيقولوا ان هم مش ملاحقين على المداخلات، ربنا فهناخد يخليك. مداخلة الاول. استاذة شيري ماشي اتفضل مداخلة. ايه الو، الو صباح الخير. صباح النور اتفضلي. ازيك يا بسمة، عاملة ايه؟ الحمد لله زي حضرتك. الحمد لله تمام. كنت عايزة اقول للفنان كريم بجد صوته حلو قوي وبجد احساسه فظيع، وانت موهبة كويسة الله جدا، يخليك. وان شاء الله نشوف ليك عمل قريب. سمعتيه قبل كده ولا اول مره تسمعيه؟ لا اول مره اسمعه. بسم الله ما شاء الله، يعني حلقتنا حصري. ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب. انا مش عارف اقول لك ايه، ميرسي جدا لحضرتك، ربنا يخليك، شكرا، ربنا يخليك. شرفتينا. طبعا دي اول مداخله، طبعا انا مش عارف رد بجد اقول الجمهور ايه، جه في صفك، يعني ربنا يستر من اللي جاي. بجد انا مش عارف بجد اقول ايه. بشكر كل حد، بشكر في احساس بجد وصوتي بجد مش عارف يعني. شكرا ده الشكر ده الأستاذة شيري ولا لأي أكيد حد طبعا يعني؟ للجمهور وكل الناس اللي بتحبني بصراحة. أيوة حدد بس عشان ما أقعش في مشاكل. حاضر. تمام. طبعا معانا مداخلة تانية يا جماعة. ما شاء الله كل المداخلات. تمام. هم معاهم مداخلات كتير، ف ربنا يستر ما نلاقيش حاجة كده ولا كده يعني. طب ماشي، كلمنا بقى عن احنا يعني وصلت لحاجة، بدأت تعمل حاجة. والله انا طبعا انا درست المزيكا، كانت اول بدايه ليا في دراسه المزيكا عامه. رحت معهد كده صغير، معهد يعني مش بدون ذكر كبير، أسماء. معهد
وما كملتش، قعدت في بتاع حوالي من 8 ل 10 شهور ما كملتش. بس وبعدها طبعا فضلت متجه للطريق اللي انا ماشي فيه ده، وبدات ان انا اغني في اماكن صغيره كده في الزمالك، في السيد صاوي والحتت دي. يعني وبدات بدأت تاخد خطوة. طبعا وناس كتير بدات تسمعني، وناس بدات تقيمني زي ما قلت لك. بس ومن فتره، ما فيش من حوالي 6 شهور كده او 7 شهور تقريبا، من 6 شهور يمكن، كنت في أكاديمية برضو محترمة جدا، درست فيها برضو حوالي 6 شهور كده، مع بتاعت ملحن كبير كده مشهور يعني بدون ذكر اسمه يعني. وما كملتش برضو يعني، هي ظروف برضو يعني، هي أي حاجة بينطبق عليها ظروف بصراحة، ما كملتش فيها يعني. عملت بقى غنوة، عملت غنوة كانت قبل الجيش، إن أنا كنت في اللوكيشن وكان عندي تصوير وقتها، واللي هو ان انا اصلا المفروض ان انا الحق اخلص الفيديو، ما لحقتش طبعا اخلص تصوير، بس كنت عامل غنوة، كنت كان عندي تصوير وقتها برضو، فما لحقتش ان انا اخلص اي حاجة يعني، ما يعني دي كملتش. بتبقى ظروف خاصة بيك، ظروف، يعني كان وقتها الظروف كان اللي عندي بتحكم جيش، اللي عليك. هو كنت انا داخل جيش، وكانت وقتها كانت خطوبتي اللي هي كانت اول حاجة دي، اللي هي زي ما قلت لك تعدية واجب، فما لحقتش ان انا اخلص يعني، اللي هو كان ناقص 3 ايام وداخل الجيش، فاللي هو ما فيش وقت يعني، انت ميت ميت يا خالي. طب احنا معانا فتمام مداخلة تانية، ندخل نشوف المداخلة وبعد كده نرجع تاني نتكلم في تمام الموضوع ده. اتفضلي. أستاذة روان من الجيزة. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، حضرتك ممكن توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ طب ثانية، اتفضل. الو، ايوه مع حضرتك، اتفضلي. صباح الخير. يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام، اتفضلي. معاكي روان من الجيزة. اهلا بحضرتك، شرفتينا. أهلا بحضرتك. أحب أشكر الفنان كريم على صوته، وأتوقع له بأمر الله مستقبل كويس. هو بني آدم ممتاز، واثق من نفسه وطموح، وأتوقع له إن شاء الله مستقبل كويس. طب قولي لنا كده، اول مره تسمعيه ولا سمعتيه قبل كده؟ لا، أول مرة أسمعه. كويس جدا اهو. لا، البرنامج هيعمل صوته لك حاجه. عجبني، نعم. هو شاب طموح، وربنا يوفقه ان شاء الله. تمام. حضرتك متابعه البرنامج ولا لسه اول حلقه؟ لا، متابعة طبعا من اول ما اشتغل، اصل لو اول بس حلقه انا لفت كده هزعل. نظري. لفت نظري يعني صوته واغانيه وحبه لعبد الحليم، وشاب مكافح وابتدى من الصفر، طيب ربنا يخليك، متشكرين جدا واثق من لحضرتك. نفسه، وإن شاء الله ربنا يكرمه ويوفقه بإذن الله. شكرا، ان شاء الله بالتوفيق طبعا ليك دايما، وطبعا ربنا رد يخليك يا فعل رب. الجمهور كويس جدا انه جاي في انا صفك. بشكرهم كلهم بجد يعني. وبنشكرك طبعا استاذه روان، متشكرين جدا لحضرتك على المداخله الجميله دي، ومتشكرين جدا لمتابعتك لبرنامجنا، ويا رب نكون بنقدم لك حاجه فعلا بتفيد، ونكون عند حسن ظنكم فينا. طبعا لازم تقدم حاجة لجمهورك بقى. شكر، أغنية، أيا كان بقى، نبقى نديهم حاجة كده. يعني انا بشكرهم طبعا، بشكر كل حد شكر في صوتي واحساسي بجد يعني، لان خد بالك الفنان من غير الجمهور ملوش اي لازمه. الفنان اللي بيقيمه جمهوره، هو مش الفنان بس، هو كل الناس ما انا لازم بقول يبقى لك ليهم جمهور، ليهم ناس بتحبهم الفنان عشان ده. تدعمهم. طبعا الفنان أكيد. لازم يكون بيحب الجمهور جدا، لازم يكون قريب يعني، قريب منهم جدا، ما يتكبرش، ما يعملش اي حاجه تسيء ليهم ولا اي حاجه، لان وقفه الفنان على الستيج والكلام ده وقدام الناس طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى، هو الجمهور. الجمهور هو اللي بيصنع النجاح. الفنان جمهور، انت يعني ما فيش كلام يعني، انت لما بتشوف اي مطرب دلوقتي مشهور على ستيج وحفلات كبيره، مين الناس اللي موجوده؟ مش ده جمهور، ما ده جمهور طبعا، أكيد بيبقى الجمهور ده اللي يعني يعني هو من غيره سبب نجاح يعني. ايوه، الفنان. نجاح الفنان من غير جمهور، احنا صراحة يعني احنا ملناش اي لازمة يعني. الجمهور ده حاجة كبيرة جدا جدا يعني، الواحد لما بيشوف حفلات كبيرة للمطربين مشهورين جدا مثلا، بيشوف كمية يعني كم عدد من الناس بجد ويحبوا شخص معين كده، بتبقى حاجة كويسة يعني، ان الجمهور ده
حاجة مؤثرة جدا وحاجة كويسة مش قليلة يعني. وكمان انت لو شفت مثلا حفلة او حاجة وجيت قارنت بحفلة تانية بتقول ان جمهور الفنان كذا يعني فلان اعلى من ليه الفنان بالظبط فلان. يعني؟ عندك حفلات، لان انا كنت اخر حفله كنت في حفله من قريب كده، وشفت ده كله بعينيا. عايز اقول لك يعني ما شاء الله يعني، عايز اقول لك ان الناس كم عدد من الناس في الحفلات كبير جدا جدا يعني، حتى المطربين بدون ذكر اسمهم يعني بتلاقيهم موجودين كتير جدا وعاملين شغل كتير جدا يعني، ما شاء الله يعني، حاجه ما فيش بعدها بصراحه. هو طبعا مش المطربين بس، انا بقول لك انا لو ماليش جمهور ماليش ناس، انا أكيد هقعد في طبعا، بيتنا أكيد من طبعا. الاخر. مش هيبقى ليا حد متابع، فما فيش حد، حتى ما فيش كلمة ان في حاجة ان انا هتشجع ان انا هعمل غيرها، او ان انا هبقى عندي دعم نفسي ان انا اقدر اشتغل او اعمل حاجة او اقدم للناس دي حاجة. تمام. لكن انا طول ما انا مش لاقيه دعم، مش لاقيه تشجيع، مش لاقيه كلمه حلوه، عمري ما هعمل حاجه، وهفضل قاعده في البيت زي اي حد. دي حقيقة فعلا، دي حقيقة فهو فعلا. مش الفنان بس اللي بيبقى عنده جمهور، اي حد بيشتغل لازم يبقى ليه جمهور عشان يقدر يكمل صح. بص طبعا هو في الاول وفي الاخر، طبعا في الاول وفي الاخر ده بيبقى بتاع ربنا سبحانه وتعالى يعني، كل حاجه ربنا بيبقى كاتبها. هو الواحد بيعمل اللي عليه والتوفيق من عند بس ربنا لازم طبعا. الواحد يعمل اللي عليه كويس، ولازم الواحد يجتهد، وزي ما قلت لك ما فيش حاجه اسمها مستحيل بجد يعني. لازم الواحد يكون مؤمن قوي باللي هو بيعمله، وقبل اي حاجه لازم الواحد يكون يستعين بربنا، وربنا يكرمه ان شاء الله. كويس جدا، اكيد طبعا ربنا معانا، واحنا بنقول لك احنا معاك، وده اسم برنامجنا طبعا، ربنا يخليك واحنا يا معاك ومع الصحة اي والجمال. حد. احنا معاك ومع اي حد طبعا نفسه يبقى حاجة وبيسعى لده، احنا معاه وهنحاول على قد ما نقدر نوصله لحاجة او نساعده ان هو يوصل لحاجة. وإن شاء الله ومن هنا بنقول لك احنا معاك وهنفضل معاك لحد ما توصل لحاجة مش هيكون آخر ظهور إن شاء الله. طبعا وتوصل ده أول ظهور لطريقك. ليا على قناة الصحة والجمال، وده شرف ليا طبعا إن أنا أكون فيه دلوقتي بجد، وبقولها قدام الدنيا كلها، شرف ليا إن أنا موجود دلوقتي على القناة دي فعلا، لأن القناة دي غير أي قناة في الدنيا كلها بجد. ميرسي وأنا جدا بدي لحضرتك يعني طبعا. تحياتي وشكر طبعا للقناة وكل الناس اللي تعبت معانا النهاردة فعلا بجد بجد يعني. القناة دي غير أي قناة فعلا، أنا بحترمها جدا، كفاية الناس اسمها الصحة والجمال يعني. طبعا احنا ما قلنالكش تقول حاجة فلا عشان بس ما لا ما قلتش انت أي حاجة، أنا بقولك بتشكر الكلام في اللي أنا القناة. حاسه، بقولك الكلام اللي أنا اللي جوايا والله فعلا يعني. أنا مش أول مرة فعلا يا أستاذة بسمة، إن أنا متابع حلقاتك كلها، وأنت ما شاء الله يعني بجد مش مفيش كلام طبعا، أنت الله أكبر ميرسي عليك إن شاء الله، وهتنجحي أكتر كمان يعني، ميرسي إن شاء جدا الله من طبعا، نجاح ده لنجاح من يعني ذوقك. بجد. وإن شاء الله مش هيكون آخر ظهور إن شاء الله، هو أول ظهور ليا، وإن شاء الله مش هيكون آخر ظهور، ان إن شاء شاء الله الله بقى، هنشتغل مع بعض كتير والمرة يعني. الجاية بقى اكون معاك فيديو او كليب او إن شاء حاجة الله، اعملها ان وأكون شاء الله، نمت تبقى كويس حاجة بتاعتك وأشتغل انت أحسن من كده. ده أنا ده وتبقى نايم نومي كويس، أحسن مع من اني كده على متفقين فكرة. على موضوع النوم ده بس ماشي والله هعديها بغني أحسن من النهاردة. كده كمان، خدي بالك يعني، بس قلة احنا النوم طالعين النهاردة مش اكننا هوا، يعني احنا طالعين تخيلي. احنا بنعرف الناس مين كريم أنا بس. قاعد بدردش يعني، عايز أقول لك إن أنا يمكن داخل ما نمتش، يمكن يومين ما نمتش، وكان عندي شوية حاجات كده بخلصهم، وقلق بقى فاهمة انتوا، حاجات بخلصها، فبجد يعني مش مسامح نفسي. طب ناخد مداخلة تانية طيب ونرجع اتفضلي. تاني. طيب تمام، معانا أستاذ علاء. ألو، صباح الخير. صباح النور، صباح النور. طبعا بشكر حضرتك يا أستاذة أسماء، بصبح ميرسي حضرتك جدا. وعصر الدنيا كلها. ربنا يخليك. ألو، أيوة مع حضرتك. بصبح حضرتك أستاذة أسماء وعصر البرنامج، وبصبح على أستاذ كريم. هو الصوت مش واضح كويس. ألو، السلام عليكم. صباح النور، بصبح على حضرتك أستاذة أسماء وأستاذ البرنامج. صباح النور. طبعا عايز اقول استاذ كريم، انت اتفضل. ما شاء الله صوتك حلو وخامه جميله ما شاء الله، بسم الله. ربنا يخليك يا أول رب. مرة تسمع أستاذ كريم ولا سمعته قبل كده؟ اول مره اسمع من خلال البرنامج بتاع حضرتك. طبعا متابع البرنامج، مشحوق على كل يوم على القناه الصبح، حلو جدا، طبعا ما بتعمل شاء الله صوته جميل، وان شاء الله اتمنى مستقبل باهر باذن الله، خامه كويسه مصريه. ربنا يخليك يا رب. ايه، شكرا فيك جامد اهو. مش عارف اقول لك ايه والله يعني. شكرا جدا استاذ علاء، طبعا شرف لينا حضرتك من متابعين البرنامج، وشكرا جدا على مداخلتك الجميلة. وطبعا بشكر الناس اللي بتصحى بدري عشان تسمع البرنامج، دي بعزها جدا وبشكرها جدا. في ناس تيجي على مثلا تشوف الحلقة فتقول لي احنا عايزين نشوف الحلقة، طب هحاول اشوف فعلا ميعاد متأخر شوية، بس ان شاء الله ما الاقي ميعاد بقى فاضي شوية يكون متأخر
هحاول ان انا انقل لكم وقت البرنامج عشان تقدروا تتابعوه. شكرا جدا ليكم. وطبعا عايزه اسالك بقى سؤال، ايه اكتر صعوبات كانت بتواجهك في الغنى؟ هل مثلا كان حد بيحبطك؟ الحاجات دي، بصي الحاجات اللي خليني بتبقى اتكلم جوا معاكي بصراحه نفسيتك دي. يعني. بص، هو موضوع الاحباط ده موجود جدا يعني، مش هقول لك ان مفيش حد ما كانش بيحبط يعني. في انا كانت في ناس كتير جدا بتشجعني، وناس كتير جدا كانت واقفه جنبي زي ما قلت لك. بس انا ما كان اي حد كان بيجي يحبطني ما كانش بياكل معايا الكلام ده بصراحه يعني. كانش بيأثر عليك؟ خالص ليه؟ خلاص، عايز اقول لك في البدايه خالص كنت ممكن اقعد مع نفسي كده متضايق زعلان، كان بيجي عليا وقت ممكن اقعد اعيط. الكلام ده انا اول مره اقوله فعلا، بيصعب عليا نفسي يعني. اقعد اقول لنفسي ايه ده، هو انا مش موهوب لدرجه ان انا كنت بشك في نفسي؟ هو انا ما ينفعش اعمل حاجه اللي انا بحبها؟ كنت بتاثر جدا طبعا، وبتضايق من ردود افعال الناس. بقول لي كده يعني، ليه الواحد دايما لما بيبقى عنده حاجه او عنده موهبه او عنده طموح لازم الناس تقف قدامه ولازم يكسروا مقاديفه زي ما بيقول؟ ليه يعني؟ ليه؟ انا مش بحب ده خالص على فكره، لكن انا ما فرقش معايا ده خالص، انا فضلت مكمل. وكل شو كل ما اقوم، كل ما اقوم برضه، كل ما اقوم وفضلت مكمل. صعوبات كتير جدا واجهتها ما كانش بيهمني، ما خليتش مكان اللي ما رحته، رحت اماكن كتير جدا وما فرقش معايا اي حاجه، وقعدت مع دكاتره كبار والحمد لله ناس كتير جدا شجعتني وناس كتير وقفت جنبي. وبصراحة يعني بغض النظر عن أي حاجة يعني، هم شجعوني كتير جدا يعني. بس أنا واجهت صعوبات كفاية. عارفة أنت لما يجي عليك وقت وتلاقي نفسك أن أنت نفسك تعملي حاجة ومش عارفة تعمليها، أو بتحبي حاجة مش عارفة تطلعيها من جواكي؟ هي بتبقى كده بالظبط، أن أنت جواكي حلم ومش عارفة تطلعيه، أو مش عارفة توصليه للناس بمعنى الأصح. فدي حاجة كانت بتأثر جدا جدا، أن الواحد يكون عنده حلم ومش عارف يحققه. زي ابسط حاجه مثلا اقول لك يعني، خلينا نتكلم في الواقع مثلا. اي بني ادم طبيعي جدا لو نفسه في اي حاجه وما عملهاش بيتضايق. انت مثلا سي مثلا، انت لو جواك حاجه عايز تعملي حاجه ولقيتي نفسك ان انت مش عارفه تعملي الحاجه دي، هتعملي ايه؟ اكيد هتتضايقي هفضل وراها لحد لما اوصل لها. هتتضايقي وهتزعلي. فهيضطر ان انت عندك اصرار، وعندك عزيمه، وعندك اراده، ان فعلا لازم الواحد يكون عنده عزيمه وثقه بنفسك. الثقه بالنفس دي اهم حاجه. شكلك شفت الحلقة بتاعتي بتاعت الإصرار والعزيمة. لا بجد، طبعا انا متابع حلقاتك كلها، بس هي الفكره كلها لازم يكون الواحد عنده اصرار ويكون عنده امل، وعنده امل في ربنا قبل اي حد يعني، ربنا قبل كل شيء. أكيد طبعا ربنا ان اللي الواحد لو ما بيخلي عندوش ثقه جوانا في ربنا مش هينفع يعمل اي حاجه. طالما انا عندي امل في ربنا ما يهمنيش اي حد، انا بصي خلاص الى الامام وربنا معايا. اصل هاخد ايه اكتر من اللي ربنا كتبه لي؟ انا مهما هعمل نصيبي هاخده، اللي ربنا كتبه لي هشوفه، طيب هو احنا يستحيل اشوف تقريبا اكتر من وقتنا كده. قرب يخلص، فعايزين نختم بحاجة اكيد وطنية طبعا، كده. اكيد شرف ليا طبعا. ادينا حاجة وطنية بقى كده عشان نختم حاضر. حلقتنا النهاردة. في حاجه كده مصر حلوه بحبها لعمرو دياب كويسه، اسمها واحد من اللي هتعجبك قوي يعني. اللي ضحى لأجل وطنه لأجل ما يعود النهار، واللي اسمي مصري دايما كله طاقة الانتصار. اللي ضحى لأجل وطنه لأجل ما يعود النهار، واللي اسمي مصري دايما كله طاقة الانتصار. واللي حلمه حلمنا، واللي فرحه فرحنا، اللي نهر النيل بيجري جوه دمه ودمنا، يبقى واحد مننا. أيوة واحد مننا. مصري ايه غير الأصالة والقلوب الطيبين؟ مصري ايه تبني لولادنا حلم بكرة والسنين؟ مصري ايه غير الأصالة والقلوب
الطيبين، مصر ايه تبني لولادنا حلم بكرة والسنين، واللي يرفع اسمها يبقى أغلى عندنا من حياتنا نفسها، يبقى واحد مننا، أيوة واحد مننا. شكرا. طبعا بشكرك جدا على ربنا الصوت يخليك الرائع يا رب، ده، ربنا وشرفتنا يخليكي. ونورتنا النهارده. وما نمتش. شرفتنا ونورتنا النهارده. لو ربنا حابب يخليك تدي يا رب. كلمة بقى لأي حد، جمهورك، مامتك، خطيبتك، أختك، كلمة بسيطة تحياتي كده. وشكري طبعا لأمي الغالية عليا بجد، عايزة أقول لها يا أمي ربنا يخليك لي يا رب وما يحرمنيش منك أبدا، لأن هي صاحبة الفضل اللي أنا فيه دلوقتي. وبشكر أختي الكبيرة بجد عشان وقفت جنبي كتير جدا بجد وساعدتني كتير جدا. وبشكر خطيبتي طبعا روح قلبي اللي هي ما تخلتش عني ابدا، واجهت معايا صعوبات كتير جدا جدا بجد، عايز اقول لها ربنا يخليها لي يا رب ان شاء الله وتكون معايا في احسن صوره. وبشكر كل الناس والجمهور اللي طلع شكر فيا دلوقتي بجد، عايز اقول لهم بجد انا بشكركم كتير جدا جدا على المداخلات دي. وتحياتي لقناه الصحه والجمال وكل الناس اللي شافتني دلوقتي وبس. شكرا. طبعا انا بشكر كل حد دعمك ووصلك للمكان ده. ربنا يخليك يا رب. بشكر كل ام بتفضل ورا ابنها لحد ما توصله لمكان مميز او حاجه هو عايزها فحابب يوصل لها. ربنا يخليك. ربنا طبعا شكرا جدا لحضرتك، وطبعا انا بقول لخطيبتك انا مستنيه تعزم على الفرح. تيجي تنوري. ميرسي. طبعا كان نفسي الوقت يطول اكتر من كده، بس ان شاء الله يبقى لينا لقاءات تانية. ان شاء شرفتني الله. اكيد ونورتني طبعا النهارده. شرف ايه. اكيد. خلصت حلقتنا النهاردة، وانتظرونا في حلقات قادمة من برنامج احنا معاك مع الإعلامية بسمة سيد جمعة. ومن هنا للأسبوع الجاي أسيبكم في رعاية الله. كل سنة وانتم طيبين. طبعا إن شاء الله احنا شغالين يوم الخميس الجاي. ما عنديش أجازة. كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة وهنا يا رب وصحة. طبعا أقول مقولتي الشهيرة، احلم، اسعى، خطط، اصبر، أكيد هيتحقق. السلام عليكم.